هكذا على قارعة الطريق وفي خيام أشبه بتلك التي تأوي المهجرين من شتى المدن السورية، تبدو مناهل العلم تحت مسمى مدارس بريف إدلب الغربي. وجوه ونظرات مبهمة على المستقبل القريب، وإيد لربما لم تلامس مسبقا جدرانا حقيقية داخل الحصة المدرسية. وأضف على ذلك مراجيح تروي تفاصيلها هذه الصورة دون كلام. بعد قصف المدارس نحن جانا لخيام، لا شو اسمه قبو، لكل مكان، ما بهم المكان، بهم اهم شيء ان تستمر العمليه التعليميه. وفعلا تشوفون اغلب المدارس عندنا خيام او شقق مستاجره، صفوف متفرقه هون وهون. نحن هم نحرص على استمرار عمليه التعليم في مناطقنا. على الجهه الاخرى او الاولى من قصه هذه المنطقه قبل نزوحها، حيث يعود صدى الصوت من مدن فارغة خاوية على عروشها، ومدارس حقيقية كانت الهدف الرئيس لآلة القتل الوحشية وهمجية النظام السوري. هنا حيث باتت الذكريات مكان أجساد الطلاب المفترض بين الركام. نحن مستمرين في المدارس. بالنسبة للمدارس، النظام من بداية تحرير هذه المناطق حاول الضغط بالنسبة للعملية التعليمية بشكل كبير، حاول إيقافها بشتى الطرق، أما بالضغط من خلال القصف الطيران أدى لتوقف بعض المدارس. طبعا نحن حاولنا بشتى الطرق متابعة العملية التعليمية من خلال نقل المدارس إلى مناطق آمنة على الحدود التركية. دون أي اهتمام بالمكان والزمان تستمر العملية التعليمية بريف إدلب الغربي رغم الصعوبات، أو بالأحرى انعدام سبل التعليم، حيث يدرك المعلمون والطلاب جميعا أن سلاحهم هو الأقوى في مواجهة النظام والجهل معاً.